صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة مشاهدي قناة الندى الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في برنامج آدم وحواء. إن شاء الله النهاردة عايزين نتكلم على القهر النفسي بين الأزواج. الحقيقة موضوع صعب شوية، الكلمة يعني وقعها على عقولنا وتفكيرنا أو قبولها صعب علينا شوية. قهر يعني إنسان مقهور، مقهور من سوء المعاملة، كلمة تقيلة دايما علينا، لكن للأسف هو ده الواقع اللي موجود عندنا، هو ده الواقع اللي موجود عندنا. يعني ايه احد الطرفين يقهر الطرف الاخر؟ يعني ايه احد الطرفين يستحل ظلم الطرف الاخر؟ هل تستوي الحياة؟ هل تستقيم الامور؟ هل ده معناه نشأة سليمة؟ هل ده معناه الحفاظ على تماسك الأسرة؟ هل ده بيدينا مؤشر إن الكيان ده هيفضل موجود؟ هل الكيان الأسري ده هيفضل موجود وعمره طويل؟ ولا القهر ده ليه نتائج زي ما احنا هنعرف؟ يعني إيه أحد الأطراف؟ يعني إيه أحد الأطراف يهون عليه الطرف الآخر إن هو يظلمه، إن هو يقهره؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه إن أنا أتعامل للأسف معاملة سيئة جدا مع الطرف الآخر؟ ويعني إيه إن أنا أتعمد إساءة المعاملة للطرف الآخر؟ إيه اللي بيجي في بالي وأنا دايما بتعمد قهر الطرف الآخر بسوء المعاملة؟ يعني إيه إن أنا دايما بسخف من كل الأمور اللي بيعملها الطرف الآخر؟ يبقى ساعات الطرف الآخر أو الزوجة أو الزوج يبقى قايد صوابعه العشرة شمع، وكل حاجة بتتعمل بنفضل نسخف ونتريق. طب إيه المقابل؟ طب احنا منتظرين ايه من هذه البشاعة في المعاملة؟ لماذا او ليه دايما احنا بشعين في تعاملاتنا مع بعض وخصوصا جوه البيت؟ ونيجي بره بيوتنا نبقى عاملين زي الملايكة ودمنا خفيف ودمنا لطيف، ويعني عايزين نبقى كده ايه، عندنا قبول وعندنا ود، ويعني بنعمل كل حاجة كويسة عشان الناس اللي قدامنا ترضى علينا، وجوه بيتي ببقى حاجة في منتهى البشاعة، حاجة لا تطاق، رغم الأولى والأحق أهل البيت. احذروا قهر النساء، احذروا قهر النساء. والحقيقة أنا مش عايز أتكلم على النساء فقط لا غير، أنا عايز أتكلم برضو على الذكور أو الرجال أو ما يقال عنهم الرجال، لأن ما فيش راجل سوي يقهر واحدة ست، طبعا خصوصا إن هي زوجته أو شريكته في الحياة. الحقيقة برضو من العورات اللي فينا اللي دايما القهر بتاعنا بيبينها التهويل في الأخطاء. الخطأ ممكن يبقى بسيط جدا وانا بهول في هذا الخطأ، وللأسف بتبقى عندنا بعض العادات الأسوأ من كده، ان انا مش بهول وبس، لا انا بعرف ازاي اصطاد الاخطاء، بعرف ازاي اوقع الطرف التاني في الخطأ. طب ليه انت بتعمل كده؟ ايه اللي عليك بكل ده؟ هو انت مرتبط ببنات الناس عشان تبهدلهم؟ يعني ليه كده؟ ليه دايما عندنا حرفية شديدة قوي في تكسير تعاليم ديننا، عدم محافظتنا على بعض،
الرباط الأسري احنا شطار قوي ان احنا عايزين نهده، شطار قوي ان احنا عايزين ندمره. ليه احنا مش فالحين غير في كده؟ التكسير، الهدم وليس البناء. ليه دايما عندنا هذا البشاعة، البشاعة في الخصام، في الظلم، في القهر؟ كل النقاط دي بتخليني احكي لكم حدوتة صغيرة لعل وعسى نتعظ. وانا لما احكي الحكاية اللي انا عايز احكيها دلوقتي، الحقيقة عايز احكيها ونفسي الناس تشاركني الرأي، يعني نفسي الناس تشاركني الرأي. هي عندي قصة لطيفة، ويريد كلنا نفكر وننصح صاحب القضية بإيه. ما تيجي نفكر كده ونحاول في ظل كل الظروف الراهنة ان احنا نتشارك في حل المشاكل، وتبقى ده همنا في الفترات اللي جاية وفي الأسابيع اللي جاية، ونقعد نفكر وبعد كده نقول الحل في آخر الحلقة. عندي قصة لطيفة للأستاذ عمر والأستاذة نادية. الحقيقة الغريب في القصة دي إن المقهور هو الرجل وليست المرأة. يعني المقهور في هذه الحالة هو الرجل وليست المرأة. لأن الأستاذ عمر تعامل مع المرأة إن هي أمانة وليست إهانة. فالأستاذ عمر بيحكي لي، بيقول لي أنا تقدمت وارتبطت وحصل الزواج وكانت كل الأمور على ما يرام. شهر التاني حصل حمل. بعد الحمل الأستاذة نادية تحولت. الأستاذة نادية تحولت. الأستاذة نادية لما يجي مثلا عمر يقول لها انا عايز اكل، الاكل عندك في المطبخ، اللبس بتاعي، لبسك واغسله. البشاعة، البشاعة في عدم السمع، عدم الطاعة، عدم تلبية الاحتياجات. الست دي عملت كل حاجة لقهر هذا الرجل. بتعرف ازاي تستفزه من كتر معاشرتها ليه، حفظته. وعمر بيقول لي ان انا حاولت مرارا وتكرارا تقويمها ودايما تتعامل الند، دايما النكد، لدرجة في مرة حاولت اقدبها طلعت وصوتت وخربت الدنيا. انا اسف ان انا بقول الفاظ، بس انا عايز الناس يوصلها قد ايه هذا الزوج. والحقيقة من الحالات القليلة اللي بيجيلنا زوج مقهور، يعني دايما الزوجة هي اللي بتبقى مقهورة. لكن الزوج لما يبقى مقهور يعني بتبقى حاجة الحقيقة صعبة جدا، يعني صعبة جدا. بيقول لي حاولت معاها في كل حاجة، حاولت اقومها، اقدبها، اقطعها، يعني اهجرها، اجيب اهلها، اجيب اهلي، ولا اي حاجة نفعت معها. هذه السيدة مستمرة في قهر هذا الرجل، في اهانة هذا الرجل، لدرجة ان هو بيقول لي احنا بقالنا سنتين متجوزين، يعني يعني تقريبا بيقول لي ما عادتش يعني شهر شهرين ثلاثة بالكتير او في بيتها. اي حاجة تحصل تاخد بعضها وعلى بيت اهلها وما ترجعش. حتى ابن اللي اتولد مش عارف اراعيه، مش عارف احس بالابوه، مش عارف اخده في حضني، مش عارف احس نفسي، احس ان انا في بيت، ان انا عندي اسره، ان انا عندي زوجه، ان انا عندي ولد، ان انا انسان طبيعي عايش في بيت، في اسره، في ولد وابن موجود. فبيقول لي انا مش عارف اعمل ايه، عندي ولد وهذه الزوجة. بيقول لي انا مش عارف اعمل ايه، هل انفصل، هل السبيل او الصح هو الانفصال ام التقويم ثم الاستمرار؟
بعد كل اللي بنقوله يا ترى ايه رأينا في الموضوع ده؟ ايه رأينا في الموضوع ده؟ تعالوا نفكر فيه، وخلونا في اخر الحلقة نقول ايه هو الحل الامثل. خلينا بنقول او خلينا نأكد، القهر او الظلم الحقيقة حاجة في منتهى الصعوبة، حاجة في منتهى القسوة. كلنا دايما بنتمنى ان بيوتنا تبقى هادية. لما بيوتنا تبقى هادية احنا بنعرف نحقق ازاي اهدافنا وطموحنا، بيبقى الشخص كله طاقة، وتتحول الطاقات اللي عندي كلها لطاقات مستغلة وليست طاقات غير مستغلة، لان انا حاسس ان ظهري امن، بيتي هادي، بيتي هو مصدر راحتي، هو السبيل للراحة بتاعتي، مش مصدر ازعاج وفوضى وقلق بالنسبة لي. في ناس تقول لك انا وانا ببقى راجع البيت ببقى راجع مش عايز اروح البيت، مش طايق ادخل البيت. ليه؟ هذا المجتمع بقى بالنسبة له مجتمع صعب، غير مقبول، غير مقبول. عشان كده يا جماعة لازم نتقي الله، نتقي ربنا في معاملتنا مع بعض. عشان كده احنا دايما حتى بننصح الناس وبنقول لهم ايه عشان نتغلب على كل المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا، بنقول له دايما لو هتختار كويس زوجة لحضرتك، بنقول دايما ايه، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ودايما بننصح الاهالي والبنت دايما بنقول ايه، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دايما المعادلة دي كده لما بنقعد نفكر فيها وبنقعد نبصلها وبنقعد كده نوزن الامور، خلاص موضوع بسيط جدا، هتلاقي فيه امور كتير، فيه امور كتير هتبقى مش موجودة في حياتنا. يعني تخيل واحد عنده خلق وعنده دين، عنده خلق وعنده دين، هيدور ان هو يظلم الطرف الاخر، ان هو يقهر الطرف الاخر؟ استحالة. ان هو هيراعي ربنا، لان ده انسان على خلق، متربي تربية سليمة، تربية سوية، النشأة بتاعته نشأة على خلق وعلى دين. ففي امور كتير من اللي احنا بنلاقيها او بنتصدم بيها في حياتنا مش هتبقى موجودة، مش هتبقى موجودة. حتى احنا دايما بننصح الناس، يعني دايما بننصح الناس، يعني لو انا قلبي جامد دايما بنقول له ايه، احذر من كسر القلوب، احذر من كسر القلوب، احذر من ظلم المرأة، احذر من ظلم المرأة. الطرف الاخر امانة. ودايما دايما للأسف الغلطة اللي دايما بنقع فيها ان احنا في كل حياتنا بنفكر في نفسنا، بنفكر مين اللي بيسيطر على الطرف الاخر، مين اللي هو يبقى صاحب اليد العليا، مين اللي صاحب الكلمة والرأي والتأثير والاقناع. كل ده غلط، كل ده غلط. ديننا وتعليم ديننا بيقول ان الحياة مشاركة قائمة على المودة، على الرحمة، على الاتفاق، على الاحتواء، على التقدير، على الاهتمام. كل ده احنا بنعمله؟ لا، انا عايز اسيطر، عايز ابقى صاحب الكلمة، عايز يبقى البيت كله ماشي على هوايا. ايوة لازم ناخد ونتقبل كل الاطراف. طيب خلينا ناخد اول اتصال معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. اهلا بيك يا فندم. الحمد لله، كل سنة حضرتك طيبة. وانت طيب. اتفضلي يا فندم، سامع حضرتك. بس هو في مشاكل كتيرة بيني وبين جوزي. أيوة فندم. وأنا بصراحة حاسة إن أنا جبت آخر معايا ومش عارفة أعمل إيه.
ليه يا فندم؟ ليه حضرتك بتقولي كده؟ او ايه اللي خلاكي بتفكري وبتقولي انا جبت اخري معاه؟ ليه كده؟ ايه الاسباب؟ ايه الاسباب اللي خلتني انطق بالكلمه دي؟ يا دكتور كل ما احس ان انا اقرب منه وان هو بيقرب مني بحس ان هو بيزعج تاني، وانا حاسه ان انا تعبت. بس هو ده السبب؟ هو ده السبب الوحيد؟ لا، هي اسباب كتير. حضرتك متزوجه بقالك كام سنه كمان؟ احنا بقالنا شهر كمان جاي يبقى 7 سنين متجوزين. 7 سنين وفي اولاد؟ ايوه في 2. في 2، تمام. اتفضلي يا فندم، كملي يا استاذه امل. هو يعني يا دكتور ينفع اخد رقم حضرتك عشان في كلام ما ينفعش تتكلم فيه على الهواء؟ اه طبعا يا فندم، حضرتك الكنترول يا فندم هيدي لحضرتك رقم التليفون وهتتكلميني في اي وقت يا فندم. شكرا. طبعا انا بس مش هعقب، لان طبعا هي المشكله مش واضحه، بس انا بعقب او عايز اعقب دايما على كلمه معينه. الحقيقه الكلمه دي يعني تهمني. انا عارف ان في محتوى اكبر من اللي انا سمعته اتقال، وفي حاجات احنا ساعات ما بنقدرش نقولها. فدايما انا بقول ايه، لو في يعني دايما احنا بنقول ايه، لو في سيده فاضله محترمه يعني بتكلمني بتقول انا جبت اخري، يعني الكلمه دي سهله تطلع من الرجاله. يعني دايما الراجل بيبقى سهل عليه ان هو يعني دايما ما بيفرقش معاه، بتبقى الموضوع بالنسبه له سهل، انفصال سهل، الطلاق سهل، ان انا يعني عادي سهل ان انا اكمل حياتي واعيش. الموضوع ده بقى صعب جدا على الستات. لما بتيجي واحده بتقول الكلمه دي وفي بدايه كلامها دايما دايما بنعرف ان الموضوع كبير، ليه ابعاد كبيره، لان الست صعبه عليها قوي تقول الكلمه دي. هي فعلا ما بتقولش الكلمه دي غير لما تبقى جابت اخرها. يعني حتى دايما احنا نقولها، انا اسف كده بعموم الاشياء، نقول لك الست بتعشش. يعني دايما الست مضحيه، الست عاطفيه، الست بتستحمل، الست بتفضل مستحمله يعني بطريقه احنا مش متخيلينها. فان هي تقول الكلمه دي ده معناه ان في مشكله كبيره. يعني في مشكله كبيره. طيب معانا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا فندم. السلام عليكم يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، بارك الله في حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وحياتك بالصحه والعافيه، جزاك الله خيرا. هو حياتك دلوقتي انا عندي اخ، الاخ ده تزوج من واحده اكبر منه ومتزوجه قبل كده وعندها اولاد. خلقا نسال الله العفو والعافيه، ربنا يهديها ويصلح لها حالها. مش قادره اقول لحياتك يعني ممسوح الشخصيه امامها تماما تماما، هو لا يعيب شيء الحمد لله رب العالمين. ولكن انا مش عارفه ايه اللي جرى. يعني هو تحدى الاهل وتحدى الناس كلها، واصغر منها ومتعلم تعليم عالي والحمد لله على خلق وبيعرف ربنا وبيصلي. طبعا لما تزوجها او ارتبط بيها في الاول قطع الصلاه، سجاير، سهر، الاسلوب مع الاهل وحش جدا، فمش عارفين نتعامل ازاي، واحنا يعني مالناش غيره بعد ربنا سبحانه وتعالى، فمش عارفين نتعامل ازاي. مش عارفين حتى ان هي اتصلت عليه بطريقه غير عاديه وبقى يعاملنا وحش كلنا يعني. بس حاضر يا فندم، حاضر، انا هرد على حضرتك حالا دلوقتي. جزاك الله خير. معانا الاستاذ عبد الله، معانا اتصال تاني. استاذ عبد الله، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. اهلا بيك يا استاذ عبد الله. اهلا بيك يا فندم، تحت امرك. عايز يا فندم، كان في بس سؤال كده كنت عايز اسال سيادتك، بس معلش. انا متجوز 26/10/2017، تمام؟ تمام يا فندم. ف يا حلوين يعني وكويسين والحمد لله ربنا كرمنا بالولد وكده. طبعا يعني يوم 15 رمضان كده نازلين من فوق، فزوجتي يعني ابوي بيقول لها انت ليه اتاخرتي في النوم وكده؟ بتبص علي عايز انا ارد على ابوي بكلمه، يعني اجادل مع ابوي في كلام، فده مش هينفع اجادل مع ابوي في اي كلام طبعا، تمام. فبصيتها ليا يعني عايز انا ابرئها في اي كلام، وابوي ما اتكلمش معاها كلمتين، وابوي وطى رجبته كده بيقول لها ليه يا بنت كده، انت صح متاخر ليه مش عارف ايه وكلام، ما ده في خدمه بيت وكلام من ده، تمام. ف بتقول لي انا عايز اروح عند امي، بقول لها ليه مش ليه، قالت لي عايز اروح عند امي وخلاص يومين. طب انا اقول لها ايه؟ قلت لها خلاص روحي عند امك،
وصلت البلد بره كده على الكوبري اجيب طلبات لرمضان وكده، عندنا عزومه. فجمعت الذهب لابوي، فبتقول لابوي يابا خلي عبد الله يطلقني وشوف له واحده تستاهله. تمام. فطبعا انا جيت من غربه، فابوي بيقول خد ذهبك ليه. طيب وانا ما جيتليش كده حاجه اصلا، قلت له عايز اروح عندهم يومين. فلما راح فعل خير بيسأل ايه السبب وكده، بتقول له عبد الله ما بيطبطبش علي، عبد الله مش عارف ايه. لا ما حد ما زعلناش من ابوه ولا امه، زعلانه منه هو، ما فيش كلام حلو. لما يبقى في مشكله تحت ما يقوليش معلش مش عارف ايه. طب انا في لحظه زي دي يعني قدام ابوي، هل ينفع انا اطبطب عليها قدام ابوي اقول له معلش يابا ده مرتي؟ ده هل هي مرتي اول ما ابوي وامي؟ لا. ماشي استاذ عبد الله، انا هرد على حضرتك. بشكرك يا فندم على اتصالك. شكرا. شكرا يا فندم. طيب خليني في الاول بس ارد على الاستاذه فدوى. طبعا الاستاذه فدوى يعني دي مشكله الحقيقه في الفتره الاخيره ابتدت تقابلنا، ان في شخص بيتزوج زوجه ممكن تبقى يعني اكبر منه سنا، ممكن تبقى مطلقه، ممكن تبقى في عندها اولاد. الحقيقه ده لا يعيب، يعني بالعكس ده احنا دايما بنقول ايه، يعني دايما يعني احنا كنا اتكلمنا قبل كده حتى عن الطلاق، ودايما بنقول ان التجربه الثانيه للمطلقه بتبقى افضل بكتير. يعني 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 زي ما بنقول كده ايه، هي بتستفيد من كل التجارب، والمطلقه دي مش وصمه عار، بالعكس هي واحده فشلت لظروف معينه وبتحاول تبتدي حياه جديده، ولما جت لها الحياه الجديده بتحاول تستغلها. فهو دايما في الوضع ده الست المطلقة بتحاول على قد ما بتقدر تعزل جوزها تماما عن كل حاجة. ولما نيجي نبص حتى في التاريخ، ولما نيجي نقعد معاها ونتكلم معاها، نلاقي ان الزوج اللي قبل كده كان فيه مشكلة، ان هو فيه تدخلات للأهل فيه، فالنتيجة دي هي بتعمل حاجة يعني بتعمل الضد تماما، يعني بتعمل الاكستريم بنقول عليها كده، حاجة يعني ضدها تماما. يعني الزوج الاولاني كان بيعمل كده، فهي عايزة ما تكررش نفس الخطأ تاني، فهي مأثرة عليه او بتأثر عليه، بتعرف ازاي تحتويه، بتعرف ازاي تاخده ناحيتها. شطارتي انا بقى ان دايما انا بفهم هذا الشخص، فانا لازم افهم، يعني لازم افهم النقطة دي في الاول عشان اعرف اتعامل. فلازم الشخص ده اقول له ان في اولويات، يعني لازم افهمه ان في اولويات، زي ما الزوجه ليها حقوق اهلي كمان ليهم حقوق. فما ينفعش ان الزوجه تاخدني تماما او تلغي شخصيتي تماما او 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 كل الكلام ده لا يجوز. في الاول وفي الاخر ده بيتك واسرتك وكيانك، وطالما انت مرتاح ومبسوط، بس اهلي ليهم حق عليا، اهلي ليهم ديون في رقبتي لازم اسددها، سواء الاخت سواء الام سواء الاب، كل دول ليهم ديون في رقبتي، لو قعدت اسدد فيها طول عمري مش هوفيهم حقهم. فما ينفعش ان انا اعزل نفسي تماما. فاحنا دايما لما بتجيلنا حاله زي كده، لما بتيجي تبص على الست وبتبقى كانت يعني دي الزيجه الثانيه ليها، هي دايما بتاخد الراجل في الحته دي، لان هي مش عايزه المقاسات تتكرر تاني، لان دايما بنقول الست المطلقه دايما بتستفيد من خطاها. فلما نيجي نبص على الهيستوري بتاعها او التاريخ بتاعها، هنعرف ان الزيجه الاولانيه كان فيها مشاكل وكان فيها تدخلات اهل، والاهل كانوا مسيطرين والكلام ده كله، فهي بتتلاشى العيوب في النقطه دي. فاحنا لازم نتعامل مع هذا الشخص، وانا دايما بقول للاهل كده، ان لازم نخلي عنده اولويات، ونقول له ان في اولويات في حياته. الزوجه ليها حدود وليها واجبات عليا، وانا المفروض ما اقصرش معاها، وفي نفس الوقت اهلي والمفروض الكفتين يبقوا زي بعض، يعني الناحيتين يبقوا زي البعض. ما ينفعش يعني اميز زوجتي عن اهلي او اميز اهلي عن زوجتي، لازم يبقى عندي التعامل ده، ان دول اهلي ولازم يبقى ليا خير فيهم، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في اهل بيته، ولازم نبقى احنا عارفين في كده، يعني عارفين كده، ولازم نبقى احنا موقنين بكده، ولازم الزوجه هي اللي تحاول تزقه في الحته دي. يعني حتى لو هو مش بار باهله تخليه بر باهله، لو هو مقصر مع اهله تخليه هو دايما يبقى بيتودد وبيتقرب، ويبقى فيه يعني يتلاشى هذا القصور، لازم تبقى هي الداعم ليه، لان هو ده الرصيد الحقيقي اللي بقى لها.
طبعا الاستاذ عبد الله الحقيقه برضو ايه دايما الشكوى هنا لما بتبقى جايه برضو من راجل الموضوع بيبقى صعب شويه الحقيقه يعني. فالاستاذ عبد الله طبعا بيحكي قصه معينه، بس خلونا كده ايه نطلع فاصل ونجاوب على الاستاذ عبد الله، ابقوا معنا. اهلا بيكم مره تانية في برنامج ادم وحواء، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وكان معنا قبل الفاصل كم اتصال، احنا ردينا على اتصال وعندنا الاستاذ عبد الله عايزين نرد عليه قبل ما نتكلم عن ايه هي الاشياء اللي قد تتسبب في قهر الطرف الاخر. في اشياء ناخد بالنا منها كويس قوي عشان دي الاشياء اللي بتتسبب في قهر الطرف الاخر، نخلي بالنا من الاشياء دي. الاستاذ عبد الله كان بيشتكي من الزوجه، وانا هفترض او بفترض دايما دايما ان الشكوى دي يعني حصلت عشان كلنا نستفيد يعني. الحقيقه طبعا انا دايما باكد وبقول لو حاجه زي كده انا لازم بسمع الطرف الاخر او وجهه نظره ايه، لكن دايما بفترض ان الكلام اللي بيتقال لي كاني سمعته من الطرفين، لربما يبقى حد عنده نفس المشكله وبنساعده في حلها. هنا دايما بتبقى في مشكله من الزوجه في التعاملات مع الاهل، والحقيقه انا برضو بحب دايما اقول يا استاذ عبد الله دي غلطتك من الاول، يعني دي غلطتك من الاول، ان احنا لازم يعني زي ما احنا بنتقي ربنا في اهلنا وبنتقي ربنا في زوجاتنا لازم نتقي ربنا في نفسنا. ازاي؟ احنا لازم بنحط حدود في الاول، يعني لازم بنحط حدود في الاول، حدود في الاول في التعاملات. طب احنا ما حطناش حدود نعمل ايه؟ وفي مشكله والمشكله دي تطورت والتطور ده يعني احنا خلاص يعني قريبين بنقول او بنقول يلا انفصال. فالحقيقه كلمه الانفصال هي الحقيقه كلمه مش سهله، وتداعياتها اصعب بكتير من الكلمه ونطقها يعني الموضوع يا جماعه اكبر من كده بكتير، يعني الموضوع اكبر من كده بكتير، فلازم حتى احنا نتعظ من الموضوع ده. فنرجو من السيدة الفاضلة المحترمة ان هي تعامل اهل الزوج كأنه اهلها، ولازم الاهل يتعاملوا مع الزوجة بالكثير من الاحترام والتقدير، يعني لازم الطرفين يقدروا بعض. هي الست لما بتقدر اهل جوزها معناها ان في تقدير للزوج وما يتبعه، والاهل لما بيقدروا الزوجة ده معناه ان هم بيقدروا ابنهم وبيسعوا لاكمال السعادة بتاعته، لان الست بتحاول او ان هي بتسعى جاهدة لاسعاد الزوج طالما بتلاقي تقدير من الاهل. فاحنا لازم نبقى واعيين للنقطة دي، لو احنا واعيين للنقطة دي عمرنا ما يبقى في عندنا المشاكل اللي احنا دايما بنسمعها. طيب معنا اتصالات تانية. السلام عليكم. استاذة نهلة. السلام عليكم. هلو استاذة نهلة، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. كل سنة حضرتك طيبة. اتفضلي يا فندم. الحمد لله والله تمام. اتفضلي يا فندم انا سامع حضرتك. هو انت طيب؟ ممكن اسألك سؤالين؟ اتفضلي يا فندم تحت امرك. دلوقتي جوزي عامل لي معاملة وحشة جدا، هو مش عارف اعمل معاه ايه يا فندم. ايه هي المعاملة السيئة اللي بيتعاملها معاكي؟ يعني حضرتك اديني مثال مثلا. نعم؟ حضرتك اديني مثال للمعاملة السيئة، يعني هو بيتعامل معاكي وحش ازاي يا فندم؟ يعني بيشتمني وبيهزقني وبيضربني. تمام يا فندم. حضرتك عايزه تعرفي احنا نتعامل ازاي في هذه الحاله، صح كده؟ ايوه. حاضر يا فندم. عينيا يا سوزان. السلام عليكم، معانا اتصال تاني. ام حسام. ايوه السلام عليكم. ام حسام ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيكي.
لو سمحت حضرتك، انا جوزي يعني في كل الصفات الوحشه، متجوزاه بقالي اكتر من 20 سنه. تمام. فانا صراحه مش عارفه يعني، انا جبت اخري، ويا ريت حضرتك بس اخد رقم التليفون بتاع حضرتك، لان يعني مش عارفه اتكلم على التليفون. حاضر يا فندم، عينيا. حضرتك الكنترول يديه لحضرتك، وحضرتك كلميني على طول في اي وقت يا فندم. حاضر. اشكرك يا فندم. بس يا ريت حضرتك يعني تتكلم على الرجاله اللي بتشرب حشيش، اللي ما بتصومش، اللي ما بتصليش. حاضر يا فندم. واللي بتتكلم مثلا تيجي مراته تصلي يتكلم معاها في الكلام ده، حاجات كتيره. حاضر يا فندم. حاضر. معلش يا دكتور يعني اديني الرقم بعد اذن حضرتك. عينيا يا فندم. الكنترول يا فندم، حضرتك خليكي على التليفون، الكنترول هيديه لحضرتك يا فندم. تحت امرك يا فندم، بشكرك على اتصالك. طيب طبعا الاستاذه نهله الحقيقه بتتكلم في موضوع شائك، والحقيقه احنا كنا اتكلمنا عليه. الحقيقه المعامله السيئه من الزوج، المعامله السيئه من الزوج مهما كانت المعامله، ساعات الحقيقه بنسعى جاهدين لاصلاحها. يعني لو في طابع معين او في حاجه سيئه في المعامله بنسعى جاهدين لاصلاحها. لكن لو احنا بنتكلم على العنف اللفظي او العنف الجسدي، الحقيقة دي حاجات محتاجين وقفة، ومحتاجين تدخل فوري ووقفة حادة، ولازم نقف. يعني زي ما بيقولوا كده، يعني نقطة ومن أول السطر، لازم وقفة حازمة. مفيش حاجة اسمها عنف لا لفظي ولا جسدي. طالما الزوج بيمارس هذا الموضوع، احنا محتاجين وقفة، ومحتاجين ان في تدخل سريع، تدخل سريع من أي من العقلاء من الجانبين، ويفضل يبقوا الاثنين موجودين، ولازم نحط إطار للتعامل، وفي حالة تكرار ذلك إزاي نتصرف وإزاي نعمل وإزاي نقوم هذا الشخص اللي بيتعامل بعنف مع الزوجة. ساعات الزوجة بنحس من صوتها إن هي مقهورة، يعني ساعات من صوتها بنحس إن هي مقهورة. ليه؟ هي وصلت لحدة في التعامل، لحده في التعامل الحقيقه هي غير مقبوله على الاطلاق. ليه؟ لان احنا دايما بنقول ايه؟ كيفيه ان احنا نبقى لينين في كلامنا، ازاي نبقى فينا الطبع الاحتواء للطرف الاخر. يعني ده احنا بنقول حتى ايه؟ الابتسامه في وجه الزوجه، الطبطبه، مش بنقول الضرب، مش بنقول العنف اللفظي، مش بنقول انت تبقى صليط اللسان، مش بنقول ان انت عمال تتشاجر عمال على بطال. بقى هي دي الامانه، بقى هي دي الامانه اللي في رقبتنا، اللي ربنا في يوم من الايام هيحاسبنا عليها، اللي الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وصانا عليها، وقال رفقا بالقوارير. يعني احنا ليه شطار قوي ان احنا مش عايزين ننفذ يعني تعليم ديننا، التربيه بتاعتنا؟ ده انا اهلي ربوني وعلموني ان انا كل ما مراتي اتضايق منها اروح ضاربها، اروح اتلفظ عليها بالفاظ خارجه؟ بقى احنا اتعلمنا كده؟ ده حتى في اسوأ الحالات، عمر ما في حد بيربي بهذا المنطق وبهذا الاسلوب. طب احنا بنجيب العنف والقسوه دي ليه؟ فضروري ان احنا نقف وقفه حازمه مع الشخص اللي بيتعامل بعنف، سواء لفظي او جسدي. لازم وقفه من الحكماء، ولازم ازاي ان احنا بنحط اطار في التعامل، وفي حالة التكرار الموضوع بيبقى صعب جدا. محدش بيقبل على اهل بيته ان هم يتعاملوا بعنف. انا مش هقبل على اختي ان حد يتعامل معاها بعنف، مش هقبل على امي، مش هقبل على بنتي ان حد يتعامل معاها بعنف. خلينا نقول نقاط بسيطة صغيرة سريعة عن بعض الأشياء التي قد تتسبب في قهر الطرف الآخر، في قهر الطرف الآخر. أول حاجة عندنا، على فكرة في حاجات بسيطة بس إيه، ساعات تسمع من ست كده أو سيدة فاضلة تقول لك الراجل ده بيقهرني بسكوته، بيقهرني بسكوته. عشان كده من النقاط الأولى اللي عندنا وهي الصمت. الصمت من ضمن الأشياء
اللي بتقهر المرأة. احنا دايما بنقول ايه؟ لما الست كده تبقى مرتاحة في بيتها وتبقى مبسوطة من جوزها بتبقى دايما بتحب الكلام والفضفضة. تحب الكلام والفضفضة. ولما الست تبقى متضايقة تبقى محبطة بتبقى غاضبة من بعض التصرفات دايما بيغلب عليها الصمت. فدايما حتى السكوت بنعرف ان في حاجة. طب تخيل لما بلاقي ساعات احد الاطراف هو غاوي الصمت او مش طايق ان هو يتعامل مع اهل بيته او يتكلم معاهم، عايز يدخل البيت مش عايز يتكلم مع اي حد. طب الست اللي موجودة في البيت عايزة تفضفض، عايزة تتكلم، طب عايزة تطمن عليا، يا ترى تتكلم لمين؟ تلجأ لمين؟ يعني تلجأ لمين؟ قولي كده؟ يعني قولي كده. طب انت عايز تتجوز وبعدين مراتي دي ارميها في البيت؟ يعني خلاص انا اتجوزت وكملت نص ديني وخلفت، خلاص بقى ارميها في البيت؟ يعني حتى ابسط الحقوق انت مش عايز تديها لها؟ ما خلي بالك احنا بنقيس على كده الحاجات الكبيرة، ما هو طالما الحاجات الصغيرة دي احنا ما بنعملهاش ده بيدينا مؤشر ان في خلل او في قصور في حاجات اكبر من كده. يعني انا مستخسر فيها الكلام، انا مستخسر فيها ان انا طب اطمنها عليا، مش انا شريك الحياة اللي جاي من بره. وساعات بيبقى انا موجود، حتى ساعات احنا دايما نقول للست ايه معادلة لطيفة كده، فدايما نقول لها خلي بالك لما يجي الراجل يدخل من بيته من شغله اقعدي ساعة ما تقربيش منه، يعني اقعدي ساعة ما تقربيش منه، وحاولي في الساعة دي شوفي هو بيحب ايه، عايز يريح شوية سيبيه يريح، ماشي، بيحب يجي عشان يتغدى ويعمل حاجات معينة ريحيه في كل الطقوس، بعد ساعة هو بيتكلم لوحده، يعني هتلاقيه هو من نفسه اللي بيتكلم لوحده. من الغلطات ان انا دايما بحاول يعني اتكلم على طول. دايما احنا بنقول كمان من الحاجات اللي احنا عشان ناخد العظة، من الحاجات اللي بتقهر المرأة ان هي تبقى هي مضحية ومعطاءة والطرف الاخر مفيش. دي حاجات بتؤدي الى القهر. العصبية الزيادة، النكد، المعاملة الند بالند. يا جماعة لازم نتعامل، يعني احنا متساويين في كل حاجة، لكن لازم لما حد يشد التاني يرخي، يعني لازم نحط معاملاتنا كده في ميزان، ما نوقفش البعض على الواحدة. التقدير والاهتمام، عدم التقدير وعدم الاهتمام الطامة الكبرى، عشان كده بنقول التقدير والاهتمام. طيب في الآخر للأسف طبعا وقتنا خلص، في الآخر أحب إن أنا أختم بدعاء: اللهم إني أعوذ بك من قهر يؤلمني، واكفني شر ما يكون قبل أن يكون. يا رب أجبر بخاطري وابعد عني فواجع الأقدار وأرح قلبي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وإلى لقاء آخر من برنامج آدم وحواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.